انا احكي لك قصتنا الاول. اول حاجه لما كنا جايين زمان كنا بنقعد كام؟ 6 7 في سكن، فاهم ازاي؟ كان معروف عننا احنا كمصريين لما كانت عربيه بتيجي، احنا كنا شغالين في حته اسمها ماركاتو بتاع روما، ده كان ماسكها حكومه، مصريين شغالين، معروف ان احنا بتوع شغل، ورب ما بضحك عليك، مصر معروف ان هو بتاع شغل، بيروح الشغل وبيجي من الشغل وكده، ما كانوش بيوقفونا حتى معروف ولا كان معروف؟ كنا معروفين من 14 سنه، انا بكلمك في 2010، كان ياخدونا يقول لك انت رايح فين، رايح الشغل، انت عارف، معروف عنا كده. كنا شغالين في سوق روما، اللي كان ماسك سوق روما معروف الحكومه، فنمسكونا نخش ناكل عيش ونشرب كل حاجه. كنا قاعدين 8 في سكن 9 في سكن، كان الكبير له احترامه، كل واحد كبير ومعمل له كوبايه شاي، كان في ادب، كنا معروفين الساعه 8 نخرج نقعد احنا والشباب بتوعنا في قلب الجنينه في بياتسا، نروح نشرب واحد قهوه بتاع، كانت الدنيا محترمه، كنا شباب بنحترم بعض وبنخاف على بعض. جت سنه عن سنه لقينا بقى في حاجه اسمها ترمن، وناس تقعد على الترمن والناس تضرب، فهم بياخدوا عنك، بياخدوا زبون لك السياق بتعوم بالحسنه بتخوص. انا مثلا كسوسي باكل عيش، في ناس تانيه مش جايه تاكل عيش، وبترجع للتربيه في مصر برضه. لو ابنك من صغره كده يعني انت شايف انه هل كان من النادر ان احنا نشوف اخبار عن تخص مصريين عن حوادث مختلفه، حوادث اغتصاب وتحرش وسرقات ومخدرات وما الى ذلك؟ ما كانش في الحاجات دي زمان بالظبط. هو ده اللي يعني زمان اقول لك، انا اعرف فكره، انا مثلا كنت قاعد في روما كنت شايف كل حاجه بعيني. زمان كنا نعرف، كانوا لك والله العظيم كده ما بضحك، مصر بتاع الشغل. طب السبب ايه؟ السبب اللي قله التربيه في مصر، ما هي بترجع من مصر، من اصول ومن بيتها صعب اللي انت بتربي فيه. مين مصر؟ ما تقوليش من هنا. طب ما انا جيت هنا وشفت وعملت وبتاع، بس انا شغلي يابا. قله التربيه في مصر، وبعدين الكل جاي لهنا اخواته، كل لاقي هنا قرايبه، لاقي سكن، عارف لو كان قرا لحس التراب ده جوعه ما كان جه عمره ما كان يعمل كده. يعني انا اخويا لي اخ هنا ضربته ومشيته، لما لقيته عاوز يلعب، اخويا الصغير الثاني في المدرسه، روح المدرسه استلم ورقك، هو شغلنا يابا، معادنا الساعه كذا، البس يا عم كله بيعمل اللي انت عاوزه. بس انا اقول لك حاجه حلوه، هو ايه الفكر بتاعك لما انا مثلا امسك قعر زي مثلا واحد ايطالي، انت تخش اي بار الناس على السويس اقول لك ده شاب محترم، ليه بقعد على بره بشرب واحد قهوتي؟ ممكن تلاقي بقى اقول لك شغل بتاعنا بقى اوه، ولما عربيه بوليس توقفك اوه كوكو سافو يسو تتا، يا عم ادي له ورقك يابا، راجل بيسالك على ورق، وانا دلوقتي وانا 14 سنه بيوقفوني يا عم من الجو ورق اتفضل. انا كنت قاعد انا واخويا، ما كانش معاه ورق هنا، ورب حصل ورق رايحين فين، قاعدين لنا سكننا فين، سكننا هنا، ورق اتفضل خد ورق اهو، قنطر عليا اخوك، اخويا لسه جاي من مصر بخلص له وربي بخلص له ورق جراتسي. وانا ليه بقى لو انا كنت جعرت معاهم وانت بتسالوني بطريقتي كان عامل معايا، انا هاخد اخويا مني طبعا. يعني انت يعني لازما قله ادب، يعني هو انت لازما تجعر؟ ما ينفع، ما هيش بلدك. بص انا قلتها كلمه حلوه، دي مش بلدي، انا هنا غريب، والناس هنا دي تحترم، اللي هي سابنا ناكل لهم متعيش وبتاع، احنا نعملهم باحترام. العالم ده والله ما عنصريين، والله ليه الاول ما تلاحظ عنصري؟ انا بحكي لك بالله، انا بعشره، انا ادي لك ابسط مثال، وانت ما انتش شغال مع طلاينا، انا مش شغال مع طلاينا، الناس مش شغاله مع طلاينا، سايبيننا نشتغل وسايبينك تاخد راحتك وسايبينك كل حاجه. بس معلش لما انا اجي دلوقتي في مصر الاقي 7 ولا بحاجه عملوا حاجه ببنتي، انت هتكون رد فعلك ايه؟ لما اجي الاقي حد نتش مثلا انا غريبه، طب اعدي لك اقرب مثلا، لو لقينا حد مثلا واحد غريب قاعد في بلدنا اخواتنا وكده، نتش حاجه من مش هنعمل معاهم مشاكل؟